أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز لعن شخص بعينه إذا كان فاسقا أو كافرا، أم اللعن بالعموم على الفاسقين والكفار جميعا؟ وهل يجوز لعن الشيطان؟ أما لعن الشيطان فإنه ملعون، لعنه الله ولعنه رسول الله، لكن مش السبب أن تلعن الشيطان، ما هو السبب؟ إن كان السبب لأنه حصل منك خطأ أو ذنب فلوم نفسك يا أخي. الشيطان يفرح بهذا، يفرح أنه أغواك ويفرح أنه أوقعك، وإذا لعنته تكبر وأعجب أنه أثر عليك وأدرك منك ما يريد. فأنت لا تشتغل بلعن الشيطان، يشتغل بالتوبة ومحاسبة نفسك والاستعاذة من الشيطان. بدل من تلعن الشيطان قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فبدل أن تخلع عن الشيطان استغفر واستعذ من الشيطان الرجيم، هذا هو المطلوب. وأما المعين لعن الكفار وأصحاب الكبائر هذا جائز، يجمع لعنة الله على الكافرين هذا في القرآن، لعنة الله على الظالمين فنجعل لعنة الله على الكاذبين، على سبيل العموم جائز بالإجماع. وكذلك أصحاب الكبائر من المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، لعن الله المصورين، لعن الله آكل الربا وموطنه وشاهديه وكاتبه وأمثال ذلك أصحاب الكبائر على سبيل العموم لا بأس بذلك. أما لعن المعين هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم يجيزه وبعضهم لا يجيزه، لأنه لا يدرى، لعله يتوب، لعله يختم له بخير فلا يلعن المعين. وهذا لعل أنه هو الصحيح، إنه ما يلعن المعين إلا المعين الذي لعنه الله أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم كفرعون، والذين جاء لعنهم في الكتاب والسنة فهم معينون، هؤلاء يلعنون.